أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين المواشي إبراهيم زينل الالتزام بجميع التعليمات الصادرة من مختلف الجهات المعنية وتوفير الرقابة البيطرية والصحية على مختلف الذبائح والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم دخول أصحاب الأضاحي إلى المسلخ مع التزام جميع العاملين بوضع الكمامات والتعقيم. تعتبر الأضاحي شريعة يلتزم بها كثير من المقتدرين خلال عيد الأضحى المبارك، وهذه السنة ونتيجة لجائحة الكورونا والتزاما بتوجيهات الجهات الرسمية وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تم حصر عملية الذبح في المسلخين المعتمدين من جهة البيطرية بوزارة البلديات، وذلك لوجود الإشراف الصحي والبيطري في هذين المرفقين. ونحن في شركة البحرين للمواشي وتنفيذا للقرارات الصادرة، فقد تم تجهيز المسلخ المركزي في سترة التابع للشركة للقيام بعمليات الذبح، ملتزمين بكافة الاشتراطات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. وبالفعل تم حجز ما بين 3000 إلى 3500 رأس من الأغنام المطابقة للشروط، ويتم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك ولحساب الأفراد ولحساب الجمعيات الإسلامية.